لها وربي وحد طه أبيك لا يطيب المديح إلا فيك بضعة المصطفى فلدة منه في المشاعر والإحساس يؤذيه كل ما يؤذيك إن بدت مسحة من الحزن يوما في محياك شهدت بأبيك أنت شبه النبي أنت شبه النبي في كل شيء يشهدون النبي إن شاهدوك أنت ريحانة النبي داما شمها رتبة دونها المراتب في القرب وفضل من الإله المليك رتبة أخرجت ضغائن أجوام فبث الأحقاد بالتشكيك فسروا قوله المودة في القربى بقرب الجميع لا بذويك وأحاديث أنكروها وأخرى ضعفوها لأنها تعنيك حسدا منهم حسدا منهم وجهلا فلولا جهلهم بالمقام ما حسدوك لو أحب أباك حقا أحبوك ويقلي به كل من يسليك فرحوا بالخلاف فرحوا بالخلاف لم يراعوا الآداب إن ذكروك وحديث الكساء أصم منيع وهو سور من كل رجس يقيك وحديث الكساء تاج من المختار أنت كالبحر في العطاء أنت كالبحر في العطاء وأولادك كالدر ما لأنشاطك قد دعا المصطفى بأن يخرج الله كثيرا من نسك المبارك وبلقاد من صبرت على البيت ففي الصبر دائما يصيبك والرحى أثرت بكفيك لو تجري الرحى من تمسها تفديك فهنيئا يا أم الحسين هنيئا وحنانا أما إنا بنوك فاسأل الله أن يمن
السجوني والتحريك، واذكرينا عند النبي فإنا قد بعدنا عن سيره والسلوك، واذكرينا أمه في موقف الحشر ونادي بنيك فليتبعوك، أنقذينا من الزحام وأهوى العظام، والله لا يخزيك، ولنا في الإله ظن جميل منه وعد فيها الأتى ينبيك، قد وقاك شرور يوم عبوس وسرورا ونظرة يجزيك، ولكم يعقد اللواء وفي ظل ظليل إلى هنا يؤويك، فإذا رفرف اللواء عليكم فاذكرينا فاذكرينا واذكرينا إذا وردت على الحوض تسقي بكف من يسقيك، فعسى الله أن يمن برؤياك وفي لنا ترتضينا يريك، يا وجيهة عند مالك الملك، يا وجيهة عند مالك الملك، واسمعي لنا عند ربك، وعليك السلام، وعليك السلام ما طال إلا فيك يا رسول.